هذا المدرج الروماني، هذا هو، هذا الشارع اللي قباله، وهذا الشارع اللي يودي على الهاشمي، هذا جسر المشاة هون، هذا الشارع اللي يودي، نجرب شوي بس، وين ماشي، امشي، هذا جسر اللي يودي على وادي حدادي، والقصور. هون الجسر الثاني رايحين احنا ايش طريق الهاشمي طريق مالك هذا جسر الاستقلال ودي هذا الرمان من هون هيك الاستقلال هي هون بتيجي تلف الدفة هاي تطلع الهاشمي يعني هذا هو الهاشمي جسر المشاة جسر المشاة اللي بين المجمع والهاشمي المجمع إذا هذا إيش الهاشمي خلينا نقرب الهاشمي شوي هذا أول الهاشمي هون المخبر القديم اللي طلع يتودع الحارة اليمانية فوق هون صيدلية محمد الشكري الهاشمي الشمالي هاي درج أبو سمير الله يرحمه هاي دار أبو سمير هاي البستان القديم هاي دار عمتي هاي دار البنوه الجديدة الفنادق أبو عارف ودار أبو هيثم هاي الجامع السالك هاي سينما أمير هاي فوق هذا في بنك هون ما أعرف شو اسمه نطلع فوق نطلع فوق هاي الدخل اللي فيها بريد هاي الدخل اللي تودي على البريد هيها هون فوق وهون هذا ايش دوار نقاوة هذا هو دوار نقاوة هاي تودي على ماركة هيك تروح الطريق هاي تودي وين الهاشمي دار أهلي هاي دار أهلي هاي هاي تدك من هون هاي دار أهلي تكون هاي هاي تكون هاي مدرسة الحسن بن هيثم هاي الملعب اللي قبالها أو الحديقة هاي الملعب من محل الخضرة بنطلع فوق من هون لحظة 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 هاي المركز الصحي من هون المطعم اللي قبال المطعم الصحي يكون في دخل هون لازم تكون هاي الدخل هاي تودي على درب الشوكي تطلع من هون الحوز ايش الحوز ضرب شوكة تكون هذا الجامع الجامع اللي ما ضرب شوكة هون بتروح على الشارع الرئيسي This is all Dinlemiyorum.